احتضنت ولاية عنابة الملتقى الجهوي للوقاية ومكافحة حرائق الغابات بمشاركة 6 ولايات تحت إشراف ممثل عن المديرية العامة للغابات. محافظ الغابات لولاية عنابة أكد أن الوالي قد قدم غلافا ماليا معتبرا من أجل إنجاز 3 أبراج مراقبة في القريب العاجل. عبد الناصر جلال. النقاط اللي تكلموا عليهم الإخوة وراح نوصلهم للمسؤولين اللي تكون عند وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وراح نتخذوا إجراءات جديدة، بلك مخطط جديد، ولازم ندير أوامر اللي تحد ولا تنقص من هذا الظاهرة. الموافقة على مخطط الوقاية ومكافحة الحرائق لولاية عنابة، هذه فرصة باش نأكد على الأولوية والأهمية اللي توليها السلطات المحلية على رأسهم السيد الوالي. كانت لنا خلال تدخلنا في المخطط أمام السلطات الولائية كان لنا دعم من عند السيد الوالي بمبلغ مالي قصد إنجاز أبراج مراقبة.